رئيس الجمهورية يصل إلى جنوب إفريقيا في مستهل زيارة دولة تدوم أيام لتعزيز العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المشترك. بعد عام ونصف من الاعتقال الجائر، سلطات الاحتلال تفرج عن علي السعدوني ورفاقه في مجموعة رافضي جنسية الاحتلال. معاناة الشعب الصحراوي وكفاحه لأزيد من 40 سنة، عنوان لمعرض فوتوغرافي بالعاصمة الإسبانية مدريد من تنظيم مصورين محترفين. نشرة الأخبار من تلفزيون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. رمضان كريم، أهلا بكم لتفاصيل هذه النشرة. وصل رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي إلى جنوب إفريقيا في إطار زيارة دولة تدوم أيام، وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار جوهانسبورغ الدولي وزيرة المخابرات والأمن السيدة لتساتسي دوبا والسفير الصحراوي بجنوب إفريقيا الأخ البشير صغير. تقرير نورا بنا. وصل رئيس الجمهورية الأخ إبراهيم غالي والوفد المرافق له اليوم إلى جنوب أفريقيا، حيث استقبل بمطار جوهانسبورغ الدولي من قبل وزيرة الأمن والمخابرات السيدة لتساتسي دوبا وبحضور سفير بلادنا بجنوب أفريقيا الأخ البشير الرادي. إضافة إلى المكلف بالتشريفات برئاسة جنوب أفريقيا السيد إبراهيم إدريس، السيدة لتساتسي رحبت بدورها بزيارة عمل رئيس الجمهورية إلى جنوب أفريقيا متمنية له إقامة طيبة بين ظهران الشعب والحكومة الجنوب أفريقية. هذا ومن المنتظر أن تجمع الوفد الرئاسي لقاءات هامة مع كبار المسؤولين في الدولة والحزب الجنوب أفريقي في الأيام المقبلة بحول الله. أنهى رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي زيارة الدولة التي قادته إلى جمهورية بوتسوانا، وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار العاصمة غابرون الدولي وزير الخارجية البوتسواني. وخلال الزيارة التي دامت 3 أيام عقد محادثات على انفراد مع الرئيس موخسيسي ماسيسي وكبار المسؤولين ببوتسوانا، وأعلن زعيم البلدين عن نيتهما ربط العلاقات بين البلدين على مستوى السفراء. ووقع وزيرا الخارجية خارجية الجمهورية العربية الصحراوية ووزير خارجية بوتسوانا عقب اللقاء على بيان مشترك. ونبقى في بوتسوانا، حيث زار رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة منجم كاروي ومقر الشركة الكندية المشرفة على عمليات التنقيب عن الألماس ببوتسوانا، حيث استمع إلى شروحات حول مختلف مراحل تقنية وتصنيف وصقل قطع الألماس، كما
فتحت الشركة للأخ الرئيس والوفد المرافق له المجال لمشاهدة بعض نماذج القطع الثمينة التي تبيعها والتي تصل أثمان بعضها إلى ما يفوق 20 مليون دولار للقطعة. إلى الجزائر، حيث سلطت وسائل الإعلام الجزائرية الصادرة نهار اليوم الضوء على زيارة رئيس الجمهورية الأمين العام للجبهة أخ إبراهيم غالي، التي شملت كل من جمهورية بوتسوانا ومملكة لوسوتو وناميبيا وجنوب إفريقيا. سلطت وسائل الإعلام الجزائرية الصادرة نهار اليوم الضوء على زيارة رئيس الدولة الأمين العام للجبهة الأخ إبراهيم غالي إلى كل من جمهورية بوتسوانا ومملكة ليسوتو وناميبيا. وشكلت هذه الجولة فرصة، تقول الصحافة الجزائرية، لهذه البلدان لتجديد الدعم للشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية والاستقلال، والإجماع على إدانة استمرار الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية، وكذا الالتزام بمرافقة الشعب الصحراوي حتى ينعم بحريته. وتمضي الصحافة الجزائرية تقول، وهو ما تضمنه البيان المشترك الذي توج زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي إلى هذه الدول، والتأكيد على أن موقف بلادهم بشأن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير كان دائما واضحا ومتماسكا، وأن دعم هذه البلدان للشعب الصحراوي ولحقه في تقرير المصير والاستقلال هو مسألة مبدأ غير قابل للمساومة. وشكلت زيارة الرئيس الصحراوي والوفد المرافق له، تضيف الصحافة الجزائرية، فرصة للمناقشة والتداول بشأن قضايا ثنائية وإفريقية ودولية، حيث أجرى خلالها الرئيس الصحراوي محادثات مع نظرائه الأفارقة. وأبرزت الصحافة الجزائرية خلال تحليلها للزيارة التي تقود الرئيس الصحراوي لإفريقيا بأن إفريقيا قررت باختصار أن تكون منسجمة مع نفسها، وأن ترفض بشكل قاطع لا لبس فيه أي مساس بميثاق ومبادئ وقرارات الاتحاد الإفريقي، وقد دافعت عن حق الجمهورية الصحراوية الكامل كعضو مؤسس للاتحاد، وتشبثت بوحدة هذه المنظمة القارية الجامعة وانسجامها رغم كل الضغوطات والتهديدات والإغراءات. مؤكدة في ذات الصدد، تختم الصحافة الجزائرية تقول بأن إفريقيا جددت التأكيد على قناعتها أن حريتها واستقلالها وتصفية الاستعمار منها لن تكتمل إلا إذا تمكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. إلى أخبار الأرض المحتلة، حيث أفرزت سلطات الاحتلال المغربي يوم السبت عن المعتقلين السياسيين الصحراويين هم علي السعدوني ونور الدين العرقوبي وخلهن الفك. ويأتي الإفراج عن مجموعة علي السعدوني بعد قضائهم لسنة ونصف خلف القضبان عانوا خلالها من التعذيب وسوء المعاملة، وخاضوا سلسلة إضرابات عن الطعام أثرت كثيرا على أوضاعهم الصحية، وحرموا مرارا من الزيارات العائلية. كمناضلين صحراويين تعرضنا لاعتقال تعسفي من طرف سلطات الاحتلال المغربي بالعاصمة العيون المحتلة، اللي عاد لضرك عام ونص بسبب موقفنا السياسي الداعي لتقرير مصير الشعب الصحراوي. سلطات المغرب قامت باعتقالنا محاضر مجهزة مسبقا ومتبوخة ومحضرة بتلفيق تهم بسبب ذاك الموقف الحقوقي والسياسي، وما اكتفت ذاك التعذيب، قامت مولي بالترحيل القسري والابعاد القسري، السجون مثل سجن طاطا، سيء الذكر، سجن بوزكان، ايت ملول، تشتيت على هاي السجون. احنا ثلاثه كمناضلين اليوم رانا مرقنا من الزنزانه الصغرى الزنزانه الكبرى اللي هي الصحراء المحتله عموما، نعرف عنها مسيجه ومحاصره بسلطات القمع الاحتلال المغربي بجميع تلاوينها. لحد الساعه مازلنا مراقبة وحصار، نعرف عن ذي ضريبة النضال وذي فاثورته، يا غار قالوا من عرف ما قصد هان عليه موجد
نحن نبغى الحرية ونبغى الاستقلال وأرواحنا وأجسادنا وأعمارنا فداء لها ولبديل لبديل عن تقل المسلم. نظمت مجموعة من الشباب ضحايا سياسة الإقصاء وعنصرية الاحتلال وقفات بشواطئ مدينتي لبلاية وفيم الواد تنديدا بالحرمان من الاستفادة من عائدات الثروات الطبيعية التي ينهبها الاحتلال المغربي والمستوطنين. أمام انسداد الأفق وأمام الإقصاء والتهميش والتجويع والتفقير الذي تفرضه دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة وعلى الخصوص ضد الشباب الصحراوي، لم يجد مجموعة من الصحراويين أبناء المنطقة من العاطلين عن العمل والذين هم في نفس الوقت متزوجون ويتحملون أعباء عائلاتهم وأبنائهم بدا من الخروج إلى الشارع والمطالبة بحقهم في الشغل داخل قطاع الصيد البحري والذي يستثنى منه الصحراويون أبناء المنطقة بينما يرحب داخله بأي مستوطن مغربي. وحسب ما صرح لنا أحد أعضاء هذه المجموعة فإن أولى وقفاتهم كانت بمنطقة فم الواد لتليها وقفة أخرى بمدينة البلاي المحتلة لتكون وقفتهم الأخيرة بمنطقة تارومة حيث يعمل مئات المستوطنين المغاربة في قوارب الصيد التقليدي. وقد رفع المحتجون عدة لافتات منددة بالإقصاء ومطالبة بتمكينهم من ثرواتهم أو توقيفها. ومن المعلوم أن دولة الاحتلال تأتي بجحافل المستوطنين سواء الحاصلين على دبلومات في مجال الصيد أو الغير حاصلين عليها ليستوطنوا بقرى الصيد وليسيطروا على كل قطاعات الصيد البحري، بينما يخصى الصحراويون سواء الحاصلين على دبلومات أو الذين بدونها في إقصاء واضح للعنصر الصحراوي أمام بطالة تنهش كل الأسر الصحراوية، مما يجعل الشباب الصحراوي يلجأ إلى الهجرة أو يفقد الأمل في المستقبل، وهذا ما تريده دولة الاحتلال لأنها تريد الصحراء الغربية بدون صحراويين، وهذا ما لم يتأتى لها أمام إصرار الصحراويين على انتزاع حقوقهم وعلى رأسها الحق في الاستقلال. محمود الحيسن، العيون المحتلة. إلى مدينة بوجدور المحتلة حيث اعتدت قوات القمع المغربية على مجموعة من المناضلات الصحراويات، عبرنا بطريقة سلمية عن رفضهم لسلطة الاحتلال، وتحاصر أجهزة الأمن والشرطة المغربية الأحياء وتعتدي على منازل الصحراويين في خطوة عنصرية تصعيدية جديدة. تواصل قوات القمع الاحتلالية بمدينة بوجدور المحتلة حصارها الخانق على مختلف أحياء وشوارع المدينة خصوصا التي يتواجد بها الصحراويين وبالتحديد منازل عائلات المناضلين والنشطاء الحقوقيين الصحراويين. قد عرف اليومين الأخيرين استنفارا أمنيا لمختلف الأجهزة الأمن الاحتلالية وإنزالات مكثفة، ولم تكتفي بهذا الحد بل عمدت إلى الاعتداء على العديد من المناضلات الصحراويات وتعنيفهن كما هو الشأن لكل من الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطان خيا والإعلامية هدى بقنة وكل من المناضلة الصحراوية زينب بابي ومبارك الحافظ الواعر خيا وغيرهم من المواطنين الصحراويين، هذا إلى جانب حصار ومحاولة مداهمة بعض المنازل عائلات الصحراوية كمنزل عائلة الودي ومنزل عائلة الناشط الحقوقي الصحراوي حسن ندويه الذي يتعرض للحصار والمراقبة منذ أيام، خصوصا وأن هذا الأخير يتواجد بالمدينة عقب ترحيله تعسفا وتنقيل مكان عمله إلى مدينة بوجدور المحتلة. هذا ورغم ما تشنه القوات القمعية الاحتلالية من تصعيد خطير وممنهج يتواصل العملي النضالي للمناضلين الصحراويين والفعاليات من كتابة على الجدران وتنصيب للأعلام الوطنية شاملة بذلك العديد من الشوارع والأحياء بالمدينة مؤكدة بذلك تحدي الجماهير الصحراوية للقمع والتنكيل الذي تمارسه دولة الاحتلال المغربية واستمرارهم على نهج الشهداء حتى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال الوطني وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
سيداتي حماد مراسل التلفزيون الوطني بوجدور. إلى إسبانيا، حيث عبرت يوم الجمعة تنظيمات شبانية عن دعمها اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي، وذلك خلال لقاءات جمعتها مع الأمين العام لاتحاد الطلبة الأخ مولاي محمد إبراهيم، مرفوقا بممثل الجبهة بمقاطعة كاستيا ليون الأخ محمد لبات، معربة عن رغبتها في المشاركة في المؤتمر القادم لاتحاد الطلبة الصحراويين. وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز التواصل بين اتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب ومختلف التنظيمات الشبانية بالمقاطعة. ونبقى بمقاطعة كاستيا ليون أيضا، حيث نظمت تظاهرة تضامنية مع معتقلي قديميزيك بإشراف من الحركة التضامنية وممثلية الجبهة بالمقاطعة، رفع فيها المشاركون الأعلام الوطنية وصور المعتقلين ولافتات تطالب بالحرية لهم، كما وزعوا بيانات تشرح معاناتهم وطالبوا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أن تعمل على حماية المعتقلين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي. في ملف الثروات، أعربت جبهة البوليساريو عن رفضها التام لمسار المشاورات التي بادرت بها المفوضية الأوروبية في إطار المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب الرامية إلى إدراج الصحراء الغربية في مجال تطبيق اتفاقيتهما الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري. تقرير معروف أحمد الحسن. نشر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية قائمة الأطراف الفاعلة المشاركة بمسار المشاورات التي تشير إلى استخفاف المفوضية التام بالقرارات المتتالية لمحكمة العدل الأوروبية، وذلك يمس بمصداقية المسار. ويتضح من القائمة أن المفوضية لم تستشر إلا مجموعة من الفاعلين المرتبطين مباشرة بالحكومة المغربية، منها شركة مغربية، وقد رفضت حوالي 90 جمعية تمثل المجتمع المدني الصحراوي المشاركة في المسار التشاوري، معتبرة أن هذا الأخير منحاز، ولم تتوجه المفوضية نحو الممثل الشرعي للصحراء الغربية جبهة البوليساريو. وتثير المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي في إطار التفاوض حول تلك الاتفاقات التجارية مع المغرب قلق جبهة البوليساريو، كون الاتفاقات تشير بوضوح إلى إقليم الصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي، مما يؤكد تورط أطراف في الاتحاد الأوروبي تتواطأ في تعزيز الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية، تساعد المغرب في رفضه البحث عن تسوية سياسية حقيقية للنزاع عبر طاولة المفاوضات. وعبرت جبهة البوليساريو عن انشقالها أمام الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتي تعرقل جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية هوريس كوهلر من أجل استئناف محادثات السلام. ودعت الجبهة الاتحاد الأوروبي ودوله إلى المراجعة الفورية لهذه المقاربة المضرة من خلال وضع حد لكل الأعمال التجارية من أجل استقلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بدون موافقة الشعب الصحراوي، واتخاذ تدابير من أجل الامتثال لقرارات محكمة العدل الأوروبية. ختاماً، افتتحت يوم الجمعة بمدينة داجانزو بضواحي العاصمة الإسبانية مدريد افتتح معرض للصور الفوتوغرافية من أجل حرية الشعب الصحراوي، وذلك بحضور رئيس البلدية السيد سيرجيو برازيل فالديز وممثلي جبهة بمقاطعة مدريد الأخ عابدين بشرايا. المعرض هو نتيجة عمل أسبوع عاشها 10 مصورين محترفين بين ظهران اللاجئين الصحراويين بمخيمات العزة والكرامة. وخلال حفل الافتتاح أثنى الأخ عابدين بشرايا على المبادرة، مبرزا أهمية هذا العمل التضامني مع كفاح الشعب الصحراوي.
تكملت ملفات هذه النشرة إلى التذكير بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل إلى جنوب إفريقيا في مستهل زيارة دولة تدوم أيام لتعزيز العلاقات التاريخية وآفاق التعاون المشترك. بعد عام ونصف من الاعتقال الجائر، سلطات الاحتلال تفرج عن علي السعدون ورفاقه في مجموعة رافضي جنسية الاحتلال. وتابعتم معاناة الشعب الصحراوي وكفاحه لأزيد من 40 سنة، عنوان لمعرض فوتوغرافي بالعاصمة الإسبانية مدريد من تنظيم مصورين محترفين. في ختام هذه النشرة أنقل لكم تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم بخير وإلى اللقاء.